أرحب بضيف الدكتور مصطفى حامد أغلو المحلل السياسي التركي من اسطنبول. أهلا بك دكتور معنا في جولة الظهيرة. يعني الآن برأيك ما الذي سيرضي تركيا، بقاء القوات الأمريكية في الأراضي السورية أم انسحابها بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي مؤخرا والتي تحدث عن قرب انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية؟ أولا تحية لكم والمشاهدين الأعزاء. أنا أتمنى أن نضع تشخيص للواقع الذي يحدث في سوريا اليوم. حتى اللقاء الثلاثي الذي سيعقد ما بين تركيا وروسيا وإيران، هما اليوم تعتبر الدول الضامنة، لكنها على أرض الواقع هي دول متحاربة على الأرض السورية، وتاريخها القديم أيضا يحفل بكثير من الخلافات القديمة. أيضا أمريكا هي حليف استراتيجي لتركيا، لكنها على أرض الواقع هي تحارب تركيا، ورأينا البارحة كيف يقوم الضباط الأمريكان برصد القوات التركية وقوات درع الفرات في مدينة منبج. أي هناك تناقض صراحة على أرض الواقع وما بين المسميات التي اليوم تجمع ما بين هذه الدول. أريد أن أضيف أيضا أنها نقطة ثانية، يجب أن يدرك الجميع أن تركيا الدولة السنية القوية التي بدأ نجمها يصعد غير مرحب بها بسوريا من قبل كل هذه الدول، لكن تركيا تفرض وجودها على أرض الواقع، وخاصة بعد النجاح الباهر الذي حققته في عملية غصن الزيتون. التخوف التركي اليوم، هل أمريكا ستنسحب كما انسحبت من العراق وتسلم المنطقة إلى من هو أسوأ من وجود الأراضي القوات الأمريكية، أم سيكون هناك تعاون؟ طيب وهذا مع هو السؤال تركيا دكتور مصطفى، يعني هل ستكون التصريحات الأمريكية التي صدرت من الرئيس الأمريكي تحديدا ستكون جادة هذه المرة، أم أنه سيتم مناقشة هذا الموضوع ومن ثم الوصول لصيغة ربما بالقبول أو رفض الانسحاب؟ اليوم هناك طبعا اجتماع المجلس القومي الأمريكي من أجل مناقشة هذه التصريحات. أيضا يجب أن نضيف أن هناك تناقض ما بين التصريحات التي تأتي من أمريكا، التصريحات البيت الأبيض لا تتفق أو تصريحات وزارة الخارجية تكذبها أو تنقضها مباشرة. أيضا التصريحات الأساسية برأيي التي تعبر عن الوجهة الحقيقية التي تملك القرار المؤثر على السياسة الأمريكية هي تصريحات الجنرالات الأمريكيين المتواجدين على أرض الواقع، والذين لا يرحبون بأي دور للقوات التركية. لذلك تركيا اليوم تريد يعني من خلال إصرارها على إبعاد عناصر الميليشيات الكردية من مدينة منبج إلى تقوية موقفها على أرض الواقع، ولذلك رأينا كيف بدأت بسنجار من أجل ما مدى إمكانيات أن نشهد انسحاب جزئي من بعض المناطق، ربما نتحدث تحديدا عن منبج الآن، وخصوصا بأنه يعني هذه المدينة تشهد الكثير من الجدل عليها فيما يخص إن كان سيكون هناك عمل عسكري تركي في هذه المدينة أم لا، ومن سيمسك بها؟ اليوم تركيا هي تلعب على كل هذه المتناقضات، يعني اقترابها من روسيا وإيران أيضا هذا يضعف الموقف الأمريكي. أنا أقول أن عملية غصن الزيتون سيكون لها انعكاس كبير على موقف أمريكا من مدينة منبج، وهي بدأت بالتنازلات من حيث عرضت على تركيا أن تكون هناك إدارة مشتركة من قبل أمريكا وتركيا لمدينة منبج وإبعاد عناصر الميليشيات الكردية. برأيي أن من موضوع منبج هو مجرد ورقة للضغط على تركيا لأجل التنازل عن بعض المواقف المتشددة تجاه ما منطقة شرق الفرات، وأظن أن تركيا ستدخل مدينة منبج لأنها ترى اليوم تركيا أن عدم التدخل في أي منطقة هو مضر أكثر من التدخل، وهذا ما أثبتته عملية غصن الزيتون. ولكن ماذا عن الدور الفرنسي وربما قد تكون أيضا فرنسا بديل القوات الأمريكية في منبج؟ يعني برأيي أن يعني الدور الفرنسي لن يكون له أي تأثير، وقد جاء متأخرا. يعني اليوم هناك ملفات كثيرة على المواقف الدول الأوروبية التي تدعم يعني حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا، لماذا لم تتحرك فرنسا يعني رغم كل ما حصل في سوريا في حلب وفي الغوطة وفي كثير من المدن؟ هل من أجل فقط الميليشيات الكردية هي تتحرك، أم ومعروف أن مدينة منبج هي مدينة عربية
أكثر من 90% من سكانها هم من العرب، لذلك أنا أرى أن الموقف الفرنسي هو موقف باهت وضعيف، وهناك تصريحات بأنها فرنسا لم تقصد أن يكون لديها يعني تواجد عسكري هناك، إنما أرادت أن تلعب دورا ربما وسيط لأن تكون وسيطا بين تركيا وبين ميليشيات الحماية الكردية، وهذا ما رفضته تركيا بشكل قاطع وبتاتا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى حامد أغلو المحلل السياسي التركي من اسطنبول.